حب مصر هو الحل، ده شعار بيرفعه العديد من النشطاء الأقباط اللي في طريقهم ان هم يعملوا إشهار لجماعة الإخوان المسيحيين. المفروض ان الجماعة دي هيبقى ليها حزب علشان تبقى كمان الذراع السياسي لهذه الجماعة. أهداف هذه الجماعة ايه؟ تمويل هذه الجماعة، ولماذا الآن تحديدا؟ ما الذي ستضيفه هذه الجماعة؟ كل دي أسئلة بتدور في بالنا، وعلشان كده احنا معانا النهارده الاستاذ ممدوح نخله، صاحب الفكره ورئيس مركز الكلمه لحقوق الانسان. مرحب بحضرتك، بقول لك نهارك سعيد. وايضا معانا المفكر القبطي استاذ مدحت بشاي، نهارك سعيد. اهلا وسهلا يا فندم. طبعا في البدايه سؤالي هيبقى الاستاذ ممدوح، لماذا الجماعه في هذا الوقت والان؟ هقول لحضرتك، الفكره بدات في 2007. كان في ساعتها يمكن مرشد جماعه الاخوان ساعتها قال لنا يحكمني ماليزي مسلم اكرم يحكمني مسيحي مصري، وصارت عليه الدنيا وكده. وانا على سبيل الدعابه قلت طب ما احنا نعمل جماعه مشابهه نسميها جماعه الاخوان المسيحيين، ونقول يحكمني مصري مسلم احسن من مسيحي امريكي. فكان لقت يعني نوع من وقتها الدعابه يعني. ولكن بعد كده لقيت ان هذه الدعابه لقت قبولا كبيرا لدى جمهور الاباط. مش عايز اقول 90% من الاباط مصر يعني موافقين على هذه الفكره، اذا كان ممكن اكتر من النسبه دي كمان. ما فيش اثنين قابلتهم اختلفوا عليها ابدا. حتى المعارضين اليها قالوا طب بس نزود لها حته نشيل حته، لكن المبدا نفسه كان مبدا جميل، اللي هو ايه؟ حب مصر. واللي انا يبقى عندي دوله مدنيه ويحكمني مصري مسلم افضل ما يحكمني مسيحي امريكي او مسيحي لبناني مثلا. ده كان طبعا نقيض لما قاله مرشد الاخوان في ذات الوقت يعني. ايضا هم رفعوا الاسلام والحل، احنا قلنا لا، حب مصر هي الحل، ما قلناش المسيحيه الحل. فواضح قوي من الفكره نفسها ان الهدف من انشاء الجماعه هو فعلا حب مصر، ولكن نعم. مش علشان توصيل مشاكل الاقباط، مش كفكره طائفيه دينيه. صحيح، مظبوط. فدي تبقى دي كان اساس الفكره اصلا يعني، فردا على جماعه الاخوان المسلمين. ايضا اعجابي بالتنظيم بتاع الاخوان المسلمين حقيقي على مدار ال 80 سنه الماضيه، فده برضو خلى الفكره يعني طرق ليا اكتر. ايضا زمان في بدايه القرن 19 كان في جماعه، الجمعيه اسمها جمعيه شبان المسيحيين. شبان المسيحيين بعدها ب 10 سنوات عملوا جمعيه الشبان المسلمين، يعني المسيحيين البلد الاول. في جمعيه ثانيه اسمها جمعيه محافظه على الكتاب المقدس، بعدها حوالي ب 20 سنه عملوا جمعيه محافظه على القران الكريم. انا عايز اقول لحضرتك الفكر مش لازم تبدا مسلمين تبدا، في بيحصل العكس. ايضا في منظمه اسمها لا هي مجلس اعلى كنائس، عملوا بعد كده مجلس اعلى المساجد. هي الفكره حضرتك مش في ان احنا يعني، هي فكره ان احنا نبتدي نعمل جماعات، ده كانه تقسيم لمصر، ولكن مش يعني احنا كلنا عايزين نتوحد، كلنا عايزين نبقى ايد واحده. فهو الفكره ان حضرتك بتقول لما بنعمل تقسيم، انا وديتك حضرتك امثله. لما اتعملت الشبان المسلمين فعمل جمعها بعدها الشبان المسلمين، ليه ما قالوش تقسيم؟ وقتها برضو كان في هجوم على الجماعه، قال لك لا مش في شبان مسيحيين بتعملوا شبان مسلمين. لكن بعد كده المجتمع تقبل الجمعيتين. بقول لحضرتك كان في منظمه كبيره اسمها مجلس اعلى الكنائس، في بعد كده منظمه ثانيه اسمها مجلس اعلى المساجد. يعني ليه ما قالوش العالم بتقسم؟ ما حدش قال الكلام ده. اسمعني، لو بدات الفكره قبطيه او مسيحيه ثم بعد ذلك اصلا ما فيش تقسيم، لو يحصل العكس نظر حضرتك تقسيم. وصلت. استاذ مدحت، حضرتك يعني ليك راي مخالف عن هو الحقيقه يعني حضرتك بعد ثوره 25 يناير اللي حاصل في المجتمع انه يعني بقى في حاله من الاصطفاف على اساس الدين بشكل هائل جدا. كل الناس فجأة صرخت وقالت احنا كنا مظاليم، الاخوان طلعوا وقالوا ان احنا قدمنا عمر في السجون هم والسلفيين، المسيحيين قالوا احنا عمر من الاضطهاد والتمييز وبناء عليه ابتدوا يتصوروا ان في الثورة يعني منفذ. باب اتفتح للحصول على الحقوق الضائعة ورد المظالم يعني. على بس على اساس ديني، ودي المشكلة الحقيقة يعني. من أول ما حصل تعديلات دستورية فتحت الباب بطريق غلط لموضوع الاستفتاء، وفي الاستفتاء تم ما عرف بغزوة الدين بشكل مباشر. وابتدت بقى نقول لا الكافرة ونعم المؤمنة، وابتدينا خشينا بعد كده في انتخابات على اساس برضه الهويه الدينيه. فيعني عايز اقول لحضرتك انه
هذا الاصطفاف على أساس الدين مشكلة الحقيقة. يعني مشكلة، لأنه إحنا في النهاية مواطنين، والمواطن له حقوق عليه أنه يطالبها، يطالب بيها في مكانها الصح. يعني لو أنا حاسس بأن هناك يمارس ضدي تمييز ديني وهو حادث بالفعل، فهناك مؤسسات أبتدي أتحرك من خلالها، لكن مش أقول جماعة يعني. والأفكار كانت لأن كتيرة، دور الكنيسة كمان المفروض أنه واضح. فلو بدأنا نعمل جماعات مختلفة، ما هو ده هل ده بيزيد من الاحتقان الطائفي؟ ما هي مشكلة أنه بيزج باسم الكنيسة كمان في هذه، في مثل هذه التجمعات. ودي مشكلة. ما هو غصب عنك يعني اللي بيحصل إيه، المحررين الصغيرين والصحفيين اللي مش قادرين على قراءة بعض الجمل وبيخرجوها بره السياق. وابتدي يتقال انه ده تركيبة قبطية ودي تركيبة اسلامية. احنا مش عايزين كده الحقيقة. يعني الثورة جاءت علشان الناس تبتدي تقرا الواقع بشكل جديد، تقول انه المواطن على ارض مصر له حقوق في المواطنة، عليه انه يطالب بيها عبر المؤسسات الرسمية أو السياسية، أو لكن مش عبر يعني طلع من يعني يطالب بالبرلمان القبطي، طلع من يطالب بالحزب المسيحي، طلع من وأخيرا جماعة الإخوان المسيحيين. الحقيقة كل دي يعني ردود فعل لمظالم وقعت على المواطن القبطي، مظالم شديدة تعلقت بالتعيينات، تعلقت بال حقوقه لما يظلم في يعني ما بياخدش حقوقه الى الان، احكام كتيره لم تصدر في مذابح وفي الى الان. فعايز اقول لحضرتك انه بس ما يعني ما يبقاش رد الفعل ان انا اعمل تكوين سياسي بمسمى مسيحي. يعني انا مثلا بحيي تجربه قوي الدكتور محمد منير مجاهد، عامل جماعه مواطنين ضد التمييز. دي ما قالش بقى لانها مش مبنيه كمان على اساس ديني او اساس يعني هي سياسي. التمييز الديني بس يعني ضد التمييز الديني، يعني حتى هو ضد التمييز عامه سواء كان ديني او عرقي او يعني لا، هي المؤسسه دي ديني بس يعني عارفه حضرتك ايه، ممكن تضم كل بيمارس ضدهم. يعني لو بهائي بيمارس ضده تمييز ديني، لو اخوان مسلمين وقع عليه تمييز لانه اخوان او لانه سلفي، من حقه ان هو يطالب بس على ارضيه سياسيه. فهو ده اللي انا بتكلم فيه، انه يعني له وقته وله يعني مزيد وجهه نظر حضرتك وصلت. استاذ ممدوح، يعني زي ما حضرتك شايف انه في اراء كتير مختلفه جدا مع فكره انشاء حاجه طبعا. بعض الناس بيقولوا ان ده مش وقته، بعض الناس بيقولوا انه ما ينفعش ان احنا نبتدي نعمل احزاب كتير ولازم نتوحد، والبعض الاخر بيقول انه ده اكيد هيزيد من الاحتقان الطائفي اللي اصلا يعني بدا موجود من فتره وبدا الفتيل بتاعه يشتعل مؤخرا. راي حضرتك ايه ده؟ واحتقان مش هيحصل احتقان. يعني هو احتقان موجود بالفعل، في احتقان طيب ما قدرش ننكره يعني، لكن ايه اللي هيحصل في الاحتقان؟ كده الناس بيقول لك بيعملوا مسيحيين حزب المصريين الاحرار اللي هو قاله رئيسه نجيب سيرسو، مش رئيسه، وقال لك الكنيسه بتدعمه، الكنيسه بتلاقيها تدعمه. فانت حتى اذا ما عملتش بيقال عنك كده، حتى اذا ما عملتش، هل دوت هتغير من الوضع شيء؟ يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي النهارده حزب المصريين الاحرار قاعد نسمع في المواقع السلفيه والمواقع الدينيه الاخرى ومواقع الاخوان تدعموا الكنيسه، ساويرس بيعمل حزب ساويرس، وفي الاخر طلع ساويرس ما عملش الحزب خالص، والمصريين الاحرار قالوا حزب مسيحي خالص، حزب كنسي، طلع حزب المسيحيين فيه 20% وتمام مسلمين، ده اخر احصائيه جت لنا. اللي نجح في البرلمان حزب الاحرار ما فيش ولا مسيحي نجح منه. ايوه بس وبرضه قيل على نفس الكلام، يقول حضرتك احنا مش عشان نرضي الناس ما نعملش. ايوه بس حضرتك يا استاذ ممدوح، يعني المشاكل اللي بتتكلم فيها دي مشاكل صحافه او مشاكل اعلاميه نقدر نحلها بالعادي، يعني في حلول كتيره جدا. لا ما انت كنت شايفها الناس اللي جنبي بتعمل ايه؟ الكنيسه كانت كل الناس برضه تقول لك حزب الاحرار حزب مش عارف ايه، الكنيسه بتدعم الحزب، وهذا الكلام يقال. انا عشان الاشاعات ديت احنا نرضي فصيل معين من المتطرفين وما نعملش الجماعه دي، دي حاجه. الحاجه الثانيه الحل ايه؟ الحل يكون لالغاء جماعه الاخوان المسيحيين والمسلمين معا، ولا الغي المسيحيين بس؟ الحل ايه؟ من وجهه نظر حضرتك، وجهه نظر استاذ مدحت واي واحد اخر. كل يكلموا لك لا دي بتعمل احتقان، طب ما في واحده موجوده، في جماعه موجوده فعلا، وانا معجب بيها بصراحه، انا بصراحه معجب بيها،
بل بالعكس انا واخد الفكره منها على نفس الغرض بتاعها ونفس تقسيمها ونفس كل حاجه هقلدها في كل حاجه بالظبط فيما عدا الشعار بتاع حب مصر هو الحل الشعار اللي هختلف عليه. طيب الحل نلغي الجامعتين ام اننا نلغي واحده بس نشوف الطرف الضعيف نلغيه ده الحل ولا انا اسد اسد عليا ما هي البدائل يا استاذ مدحت يعني هل حضرتك شايف ان في بدائل مختلفه؟ وجاء عند الجماعه يقدر يقول كده يقدر يقول نلغيها لو يقدر يقول خلاص يعني يعني انا مش شايف انه 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 الصوره بهيه لجماعه الاخوان والنتائج قدامنا واضحه وانه تجربه البرلمان اللي بقى على اساس ديني والحكومه اللي هتبقى على اساس ديني والرئيس اللي جاي هيبقى على اساس ديني والدوله كلها هتبقى يعني هذه التجربه النهارده المواطن العادي ابتدى يرفضها. ليه؟ والمشكله عندنا بقى في رفضها ان العمليه بتنتسب للدين. يعني انا لما اخواني بيفشل قدامي في التجربه السياسيه انا للاسف بقول بنقول التجربه الاسلاميه آه هي اللي فشلت مع انه ابدا التجربه الاسلاميه ناجحه في 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 دول عديده في دول عديده يعني يعني وعشان كده ليه؟ لان ما اتبنتش على اساس طائفي انما اتبنت على اساس ان انا استفيد من القيم العامه للدين واعتقد ان دي كمان ضد مبادئ الثوره. احنا الثوره قامت على اساس قيام دوله مدنيه مش على اساس حرام ديني. على فكره دلوقتي الناس بيقول طبعا مش انا بقول كلمه مدنيه حرام بقول لك احنا دوله مش مدنيه البعض فأنا مش كل الناس بس اللي سمعت بيقول لا البعض بيقول بس مش معنى كده ان هو ده الوقت. لا 99 النهارده بقول مش مدنيه حتى علي السلمي في الاخر لما ابتزوق المدنيه مدنيه رجع لك لا دوله حديثه خاف فانا استنسخ تجربه ناجحه يعني مساله انها عايشه واه عملت ابواب رهيبه واه تنظيم عبقري واه نلغي جماعه اخوان ولا نبقى عليه ونلغي المسيحيين بس لا انا ما انا 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 نلغي الطرفين ام طرف واحد فقط انا ما يعني اصل يعني يعني لا يعني احنا لحد دلوقتي بنقول يعني رغم انهم بيقولوا لا مش محظوره لا احنا بنقول محظوره وقرار حلها موجود يعني ما يقولونه عن انها مش محظوره لا في فعلا قرار لحلها وهم مش قادرين يعترفوا بده. ايوه بس حضرتك وجودها هي بيتضاءل على فكره يعني وهذه الشعبيه اللي خدتها وهذا الاجماع الهايل الاسهم بتنزل ما فيش كلام. ليه؟ لان التجربه بتقول يعني خبرتك السياسيه وكفاءتك هي اللي هتحل لو ان لديك هذه الكفاءه اهلا بك. انما واضح جدا في البرلمان على مدى شهرين التجربه بتنزل نزول يعني في تجربه التمويل او في حدث التمويل الاجنبي وسقوط الحكومه ويعلى الصوت جدا بعدين فجاه بقينا سمنه على عسل وانتهى الموقف. يعني هذه مواقف تجربة لقاءات القيادات بتاعته بالأمريكان وتاريخهم مع الأمريكان. يعني قصدي أقول لحضرتك إيه توجيه التعامل على أساس ديني بيضر بالدين وبيضر بالسياسة في وقت واحد. هل تعتقد حضرتك أن أداء الحقوقيين ورجال الدين غير قادر على احتواء المشاكل الطائفية؟ أنا هقول لحضرتك طبعا الكنيسة في مشكلة عندها أنه يعني عندنا مجلس ملي لا يقوم بدور يعني كان ينبغي أنه يبقى للتيار العلماني أو مش التيار العلماني إلى العلمانيين. العلماني في الكنيسة هو غير غير الإكليروس اللي هو يعني مش رجل دين يعني يعني أنا امبارح كان ليا لقاء بتكلم فيه على مسألة كانوا بيكلموني على لائحة انتخاب البابا. لكن أنت تخيلي أنه إن إحنا ماشيين على قانون بنقصي فيه المرأة إنها ما تدخلش ترشح البابا. يعني بنعمل بقانون بنمنع فيه المرأة في القرن 21 إنها تنتخب البابا. لكن أنت تخيلي بننتخب البابا على أساس مرتبي كام يعني واخلي بال حضرتك بننتخب البابا على اساس سنة 1870 يعني في حكايه غريبه ولم يتم تغييرها الكنيسه لم تتعامل مع الواقع الجديد وبالتالي عدم تعاملها مع الواقع الجديد وهذا الجمود على اساس ان احنا الكنيسه المستقيمه الثابته العتيده ده خطا جدا. واللي حصل من اتحاد شباب ماسبيرو والشباب الجميل اللي خرج زي الشباب الجميل من الاخوان اللي خرج وزي الشباب الجميل من السلفيين اللي ابتدى يعني يفهم القصة غيروا لنا مفاهيم كتيرة وقالوا لا يعني احنا عايزين نحرك هذا الجمود احنا بنتحرك كمواطنين
سيبونا من الكنيسة ومن المسجد، احنا امام ثورة تتجاوز كل السلبيات دي. فلما اجي بعد ده كله اقول اخوان مسيحيين ارجع تاني الشباب للكنيسة او تحت المسمى. بس يعني سؤالي لحضرتك دلوقتي يا استاذ ممدوح، يعني كلمة او شعار حضرتك اللي هو حب مصر هو الحل، منين يبقى الشعار حب مصر هو الحل؟ ومنين حضرتك عايز تقسم الى الناس الى جماعات او احزاب سياسيه؟ الشعار نفسه بيتنافى مع المسيحيه، المسيحيه ما بتحبش مصر كده؟ مظبوط. لا مزبوط. لا انا بقول ان الشعار نفسه يتعارض مع المسيحيين. لا لا, لا خالص، انا بقول ان الشعار يعني حضرتك بس اسمعني للنهايه، انا بقول ان الشعار نفسه في جماليات، في تسامح، في حب، في اندماج ودخول مع كل طبقات. هذا الشعار يتعارض مع جماعه مسيحيه او جماعه اسلاميه؟ يعني محظور مسيحي يستخدم مصر؟ انا ما قلتش، انا ما قلتش، انا بقول حب مصر هو الحل. هل ده يتعارض، ما هو يتعارض مع اي فئه دينيه؟ انا ما بقولش كده. يعني انا كل اللي انا بقوله جماعه مسيحيه فقط يتعارض مع الشعار؟ الشعار ده لازم يبقى حكر على كل المصريين؟ لو مسيحيين بس لوحدهم يستخدموه يبقى عيب عليهم؟ المفروض ما يستخدموش. هو دي بالظبط نقطه هي دي بالظبط النقطه بتاعتي. انا ما بقولش، انا ما بقولش ان شعار حب مصر هو الحل خاص بس على الاخوه الاقباط او المسيحيين. انا بقول ان ده شعار لكل المصريين يتنافى مع الفكره. عايز يتنافى مع الفكره، فبيتنافى مع الفكره. ليه لو انا جيت في الكنيسه قلت مصر الحل وانا رجل دين ومسيحي وقلت قدام المسيحيين فقط والكنيسه مغلقه عليا فقط، كل اللي بيستمعوه مسيحيين، هل ده تعارض مع كونه يتقال في الكنيسه؟ المفروض ما يتقالش جوه الكنيسه. ده مش سؤالي. واضح من سؤالك يا دكتور، الشعار يتنافى. الفكره عايز الفكره مسيحيه، يعني جماعه مسيحيه فقط. انا ده مش سؤالي. شعار لحب مصر المفروض اخليه مثلا المسيحيه الحال او حب المسيحيه الحال مثلا، يعني ولا ايه؟ لا لا ده مش سؤالي، انا مش داخله في ده. لا 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 خالص، انا بقول الشعار هو حب مصر هو الحل. بعد اذن حضرتك، الشعار هو حب مصر هو الحل. الشعار ده ملوش اي علاقه باي تيار ديني. صحيح. فبالتالي صحيح. حضرتك ليه بتقسمه او بتقصره فقط على حزب الاخوان صحيح. المسيحيين؟ ما من غير يستخدمه. وانا قلت الشعار ده بتاعي لوحدي، وانا عشان حد يخطئ انا اخطئ. اسلام هو الحل، الاخوان لوحده بيستخدمه. ليه تستنى التجربه؟ ثانيه واحده، لو السلفيين استخدموه او اي جماعه اخرى اسلاميه استخدمته واي شخص اخر قاله، يبقى ده حكر على الاخوان بس؟ ما مش حكر على الاخوان. انا لما اقوله حد غيري يقوله، انا قلت محب مصر حل، حد غيري قاله ايا كان، يبقى حكر عليا برضه يقوله، مش مشكله. استاذ مدحت، راي حضرتك ايه؟ حضرتك فاهم انا قصدي ايه بالسؤال ده؟ لان واضح ان استاذ ممدوح مش لا انت عايزه تقولي ان الشعار دوت انا الشعار في غير محله، يعني الشعار اسمى من انه ينتمي لاي يعني حزب ديني، يعني في غير محله. يعني ما اقول لحضرتك هذا الشعار ليس حكر عليا، ما قلتش ده حب مصر هو حل، وما حدش يستخدم شعار غيري انا بس. ايوه، لان ده بتاعي لوحدي. لا لا، انت بتقوله من مربع حزب الاخوان المسيحيين، لما بتقوله من موقع انك انت قاعد في وطن كامل، لا دي تختلف. لا طبعا، لا لا، يعني بالعكس، ما هي دي الفكره. حب مصر هو الحل، هو حب مصر ما اتقالش غير في هذا المربع. لا لا لا، لان انا من دعاه الدوله المدنيه. قولوا انا مش دوله دينيه، ما بقولش دعاه الدوله. قولوا جوه برلمان، ما بطلبش. قولوا جوه مؤسسات. انا لا اطالب، لا اطالب بتطبيق الشريعه المسيحيه مثلا، ما بطالبش بدستور مسيحي، انا بقول دوله مدنيه. هي دي بقى اللي مش مفهومه بالحته دي. انا من دعاه الدوله المدنيه، ما بقولش مثلا مرجعيتي المسيحيه، مرجعيتي الكتاب المقدس، مرجعيتي يبقى الدستور ما مسيحي. لا ما بقولش كده، انا بقول دوله مدنيه. ده مش السؤال بتاعي خالص. يبقى انت زنقت نفسك في مربع طائفي على طول. يعني هو ده بالظبط الهدف من السؤال. ما هو غلط، هو مين قال لك ان صح؟ يعني انت بتستنسخ. لا كل العالم اي الغلط، واللي انت دايره تقول غلط واللي غلط غلط. طب انا استاذن نفس القوات في النقطه ديت. في اللقاء الاخير يا استاذ ممدوح ما بين الطائفه الانجليزيه ووفد من الاخوان، تم الاتفاق على ابقاء الماده الثانيه من الدستور، ولكن تعديل بعض النصوص. يعني قالك مع حق مش عارف غير المسلمين في احترام شعرهم. نعم مظبوط. هل حضرتك متفق مع الفكره ديت ولا هي؟ طبعا الفكره ديت تقدم متاخر من مبادئ الشريعه الاسلاميه، هي العدل والمساواه والحريه. هذه المبادئ لا تخالف الشرع المسيحي، فبالتالي هي لا تضيف جديدا. يعني حتى مع عدم النص على الاحتكام لشرائع غير المسيحيين، حتى مع عدم النص، هي هذه الماده كافيه بذاتها. انا كنت عايز رايي بقى، اقول الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع وايضا موثق حقوق الانسان. طب مرجعيتي الشريعه الاسلاميه فعلا، مبادئ الشريعه الاسلاميه طبعا هي العدل والمساواه والحريه، ودي مبادئ صحيح ما نقدرش ننكرها. انا راجل درست فقه اسلامي في كليه الحقوق، ودرست في الدراسات العليا ولا حد يزايد عليا في ذلك، ودرست ايضا موثق حقوق الانسان، ومفيش تعارض بينهم. فيها الا ما نضيف الاثنين دول، مرجعيتنا حقوق الانسان والشريعه الاسلاميه ايضا.
ده كان غرض، وليس نقول بقى الشرع ده بقى اللي احنا بنقول عليه الطائفيه بقى اللي انتوا بتتكلموا عنها، اللي احنا نحط شريعه اسلاميه ومواصيت مسيحيه او غير المسيحيه نحتكم الشرع دينهم. هنا بقى بنرسخ هنا في هذه الماده الطائفيه. عشان ما نرسخش كنا نقدر نقول يعني مواثيق حقوق الانسان اللي هي المصدر الرئيسي للتشريع، او نحط كلا الحاجتين عشان ما نزعلش طبعا فصيل كبير من ينادين بتطبيق الشريعه او باحكام او مبادئ الشريعه الاسلاميه. اتاحت كل مجموعه دينيه بتطبيق الشريعه من غير النص ده، من غيره مفهوم ضمنا يعني بمفهوم مفهوم الضمني لهذه العباره، ان مبادئ الشريعه الاسلاميه تحكمها العدل والمساواه، وان يحكموا اهل الانجيل بما انزل الله ويحكم اهل التوراه. يعني هي حتى الشريعه بتحيل لاهل الانجيل واهل التوراه ان يحكموا لدينهم، بتحيلها في نفس نصوص الشريعه. فالنص ده لا يزيد، لا يضيف جديدا. نقدر نقول عليه كده في اللغه القانونيه ده تزيد من المشرع لا فائده له، تزيد من المشرع. يعني لازم مثلا قلنا القاضي لازم يكون حاسس بالسير والسلوك، ولازم يكون مؤدب، خلاص ما باين بقى حاسس بالسلوك هتجب، ولازم يكون شخص معتدل، لازم يكون عنده نزاهه، مش كل دوت. احنا قلنا يلتزم ان يكون القاضي حاسس بالسير، خلاص كل بقى المواصفات الاخرى تزيد لا اضافه لها. فنفس الفكره هذه العباره لم تضيف جديدا، هي يكفي بس هذه العباره. وانا كنت في رايي واتمنى ان المشرع الدستوري بحط الدستور يضع هذه العباره ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع وايضا مبادئ حقوق الانسان. استاذ مدحت، بكره في مؤتمر صحفي لمئة عن لجنه المئة القبطي علشان يعني يحدث توحيد لكل القوى القبطيه اللي مش بتتنافس طبعا مع الكنيسه ولا بتعبر عن رايها، والمفروض ان دي حسب تصريحات الاستاذ نجيب جبريل مؤسس اللجنه وهدف المؤتمر دوت انه هيتم وضع تصور للدستور. هل حضرتك هتشارك في هذه اللجنه؟ لا والله همشارك. وده طبعا اللي بيوريكي انه النخبه على مدى طويل مفيش تنسيق ما بينها، ومفيش حاجة بيتم إعلانها لكل المواطن المسيحي. للأسف بقى يعني بيعاني من كنيسته، وبيعاني من النخبة بتاعته، وبيعاني من التيارات المتشددة على الجانب الآخر. ويعني فبالتالي إحنا في مأزق. يعني ما تيجي تقولي أنا بختار لجنة المئة، لا، لازم تقعدي وتعلني ده وتصفي بشكل كويس، ويكونوا ممثلين فعلا عن الاقباط. طبعا يعني وده اللي بيحصل، بنحاول على ان الناس وان الناس يوصل لها المعلومه، لانه عشان ما تحرميش حد من المشاركه. يعني مفتوحه يا جماعه. استاذ ممدوح نخله، رئيس مركز الكلمه لحقوق الانسان، بشكر حضرتك جدا ونهارك سعيد. وايضا الكاتب الاستاذ مدحت بشي، بشكر حضرتك جدا. نتمنى ان كل وجهات النظر تكون تعرضت، والساده المشاهدين يكونوا استمعوا الى هذه وجهات النظر. خلصت الفقره، هنطلع الى فاصل سريع ونرجع تاني نكمل بقيه فقراتنا النهارده.